ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج السرطان ليوم السبت 13 نوفمبر تشرين الثاني 2021. تسير معك الامور افضل مما كنت تتصور بما فيها واهمها الصعيد المالي الذي يتلقى دعما من الفلك ويؤثر على وضعك إلى الأفضل، فكمية لا بأس بها من النقود غير متوقعة سوف تدخل إلى جيبك. في المساء جيد للجلسات العاطفية وتقريب العلاقة بينك وبين من تحب، وخاصة مواليد 10 تموز لأربعة من 4 لـ10 تموز. مهنيا تسجل تقدما ملموسا باستطاعتك المفاوضة والبحث في التفاصيل، وربما تميل إلى السفر أو التخطيط له. عاطفيا تتجاوز الاختلاف في وجهات النظر مع الشريك وتجده عنده ما لا تجده عند أي شخص آخر. صحيا تتريث ببعض الشيء قبل الموافقة على الخضوع لعملية جراحية دقيقة لابد منها. توقعات العلامة الأولى مواليد 21 يونيو ل 2 يوليو. إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة طويلة تظهر تدريجيا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مستحيلا. واجه تلك التحديات في أسرع وقت حتى وإن كانت المهمة صعبة. كلما تأخرت في ذلك تراكمت العراقيل ووجب عليك مضاعفة المجهود لتجاوزها. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 يوليو ل 12 يوليو. تشعر بقوة بدنية وذهنية أكبر من ذي قبل، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة التي طالما أجلتها. اتخذ الوقت اللازم وقم بإعادة النظر مرة أخرى جليا في تفاصيل الأمور قبل البتة فيها واتخاذ القرار. عند اتخاذك القرار لا تناقشه وتمسك بقراراتك لأنها هي القرارات السديدة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 يوليو ل 22 يوليو. تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف. إن كان الأمر بيديك لذهبت في مغامرة استكشافية. استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك ونشاطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة التحمل اللازمين للقيام باستكشاف وفهم أشياء جديدة. لا تخجل من التقرب والتعرف على ناس وتأمل روائع الطبيعة. سوف تسري هذه التجارب والصداقات الاستكشافات الجديدة في حياتك بشكل كبير ولفترة طويلة. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.